وبنبدأ مع حضراتكم فقرة الصحافة. منورنا الكاتب الصحفي المتميز محمود الجندي وصحفي بجريدة الشروق. صباح الخير يا محمود. صباح النور. ازيك؟ خلينا نبدأ على طول ونستعرض الأخبار، بس هناخد خبر تفاصيله منك. يعني الأهرام صفحته الأولى: الرئيس عبد الفتاح السيسي فرص واعدة من الشركات اليابانية بمصر. وطبعا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة لكوكب اليابان. كوكب اليابان وعدد من الدول الهامة في قارة آسيا. يمكن الرئيس اتكلم على انه مصر عندها رغبه ان هي تتعاون بشكل اكبر مع اليابان ومع الصين وكوريا وهذه يعني كل الدول، مجموعه الدول دي، ودي دول طبعا اصبحت قوه عظمى دلوقتي، يعني هي في المقابل قصاد امريكا طبعا. وروسيا يعني قوه صاعده. وكان اتكلم في كلمه فجر اليوم انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ابرزها في مجال الطاقه وانشاء محطه كهرباء بتكلفه 2.5 مليار دولار. وماذا عن محطه الطاقه الشمسيه؟ وغير محطه الطاقه الشمسيه طبعا، وعدد تاني من المشروعات في قطاع النقل، ويمكن هم متميزين جدا اليابان في قطاع النقل. محمود، بتقيم زياره الرئيس المتكررة للدول الكبرى اللي اقتصادها قوي بإيه؟ يعني أنا شايف إنه تحركات أهمية الزيارات جداً. يعني أهمية الزيارات دي إنه أولاً إحنا كنا طول عمرنا بنتعامل مع أمريكا، يعني كان التعاون الأكثر بيكون مع أمريكا ومن قبلها روسيا، وبدأنا نرجع تاني نعيد علاقتنا مع روسيا. يمكن الرئيس بيفتح مجال جديد أو خطوط تعاون تانية مع دول احنا ما كناش يعني ما كانش فيه تعاون بالشكل المطلوب مع اليابان. يعني هتلاقي لها كم مصنع عندنا، حاجات لا تذكر، لكن لو كان فيه تعاون في المشروعات العملاقة اعتقد ان ده هيفرق كتير. برضو محتاجين ده مع كوريا الجنوبية، هذا العملاق برضو محتاجين ان احنا يكون فيه تعاون ما بيننا وبينه، لان الارقام الموجودة استثمارات يعني زكاة 700 مليون دولار، لا يعني ارقام لا تذكر. صحيح. فاحنا محتاجين ناس بتفكر، ناس عاوزه يعني تشارك في تنميه مصر، يعني يبقى في تبادل اقتصادي وتجاري ما بيننا وبينهم، ويكون في يكون ليهم وجود في المشروعات اللي بتتم في مصر. خلينا نروح للاهرام صفحته الاولى كمان: محلب مكاسب هائله بمشروعات الطرق والانفاق. يمكن مستشار رئيس المشروعات القوميه كان في جوله تفقديه بمنطقه الانفاق اللي بتتعمل في اسفل قناه السويس، وتربط يعني الاسماعيليه ومدن القناه بسيناء طبعا. يمكن ده جزء كبير من مشكله سيناء انها معزوله. صحيح. بحكم انه ما فيش مداخل ليها الا من خلال المعديات وكوبري السلام اللي اتعمل مؤخرا منذ سنوات يعني قريبه. يمكن انفاقها هتسهل ده، هتسهل ان يبقى في حركه مرور وان الناس تقدر تروح، لو في مشروعات يقدروا يروحوا هناك ويستثمروا. يمكن دي خطوه او ملف الحكومه ماشيه فيه بشكل كويس. هي احنا ازمتنا الحقيقيه في سيناء وانتشار الارهاب كان ان احنا من اول ما كنا موجودين بعد حرب 73 كنا موجودين في كل شبر فيها، للاسف ما بداناش التنميه من ساعتها. صحيح. مكان كل العساكر وكل الجنود المصريين موجودين في كل حته في سيناء، كانت عندنا مشكله ان احنا ما بداناش التنميه واحنا موجودين وسبناها فاضية طبعا مع ظروف مرت بيها ومرت بأهلها، وكان نتيجة ان احنا بندفع ثمنها في الارهاب والتنظيمات الارهابية الموجودة هناك. لكن اعتقد انه افضل شيء لمواجهة الارهاب هو ان انت الناس تبتدي تتحرك على هناك، الناس تبتدي تعمر وتنمي، تبقى في مشروعات. وهو الارهاب ده مولود من يعني اساسه الفقر هو اللي دفع، يعني بيدفع الاشخاص دي انا ناقم على الدولة او مش واخد حقي فبنضم لاي جماعة، بخلاف الافكار التانية طبعا المتطرفة. ومتهيألي كمان تمكين اهالي سينا من اراضي في سيناء برضو متهيألي هيحل مشكله. احنا محتاجينهم، ومحتاجين كمان ناس تخرج من القاهره يعني زي ما بيقولوا كده المشكله الازليه في مصر ان احنا حوالين احنا وادي النيل، احنا قاعدين جنب النيل دلتا. كلنا يعني عاوزين نخرج تمام، الصحراء واسعه ونبتدي نعمر. اعتقد ان التنميه دي اهم شيء في مواجهه الارهاب. صحيح. حكومه المصري يوم صفحته الاولى: الحكومه المصريه تبدا انقاذ المصانع من العاشر. لا، تفاصيل الخبر ده بقى مهم. يعني على قد ما انا فاهمه كده، هي دي في مصانع مقفوله كتير جدا كتير. جدا هل دي الخطه لانقاذ المصانع دي، ولا المصانع دي بيتم انقاذها من ايه بالظبط؟ يعني المصانع في جزء كبير في على مستوى المحافظات المختلفه، المصانع كتيره كانت مقفوله من قبل ثوره يناير، وجت ثوره يناير فحصل طبعا ضرب في الاقتصاد المصري، مصانع تانية قفلت،
يمكن الحكومة بتعيد ترتيب الأوراق تاني، وبدأت بتقول إنه تم تشغيل 15 مصنع في زيارة رئيس الوزراء امبارح أعلن ده، وإنه في 135 مصنع في مدينة العاشر من رمضان، وهي مدينة يعني أغلبها الطابع الصناعي طبعا. هيتم حل مشاكلهم. مشاكلهم بتكون يا إما مفيش سيولة مالية، أو في ديون تراكمت للبنوك على هذه المصانع، عندهم مجموعة مشاكل، أو الخام صعب إنهم يستوردوه، لأن يعني كلها في الإطار المالي. تمام، لو قدرنا ان احنا نحل ده فدي حاجه كويسه جدا، وعاوزين نبص نبدا من العاشر ونشوف باقي المحافظات اللي في الصعيد. اسيوط في مدن صناعيه كامله بتدخل كانك داخل منطقه مهجوره داخل جبل، صحيح. لانه لا احنا محتاجين نشوف مشاكل الصناعات الصغيره والصناعات المتوسطه، محتاجين نشوف مشاكلهم ونحلها، لان ده جزء كبير من العماله. ده يعني ده للاسف لما قفلت المصانع دي هي دي الناس اللي طلعت في الشارع ومش لاقيه تاكل ولا تشرب. احنا محتاجين فعلا نمشي بخطوات سريعه في اعاده تشغيل هذه المصانع. صحيح. المصري يوم صفحته الأولى: الأطباء تستدعي وزير الصحة للتحقيق والوزارة قراركم في حكم العدم. معقولة كده؟ يعني الوزارة ده بقت عادي خلاص يعني؟ يعني طبعا نقابة الأطباء كانت حالت وزير الصحة للتحقيق في واقعة أنه تحدث بشكل غير لائق عن الأطباء، وقال أن جزء كبير من الخارجين ما بيعرفش يشتغل في الطب، وده طبعا تصريح كارثي إذا ثبت صحته يعني. صحيح. يعني بتكلم على وجاي من يعني وزير الصحة. من وزير الصحة. تمام، لكن متحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد قال انه هذا ليس من حق النقابة ان تحيله الى التأديب او تستدعيه، لانه انقطعت علاقته بالعمل بالمهنة منذ ان عين وزيرا، وان الحق الوحيد هو المجلس النواب، هو بس الوحيد اللي يقدر يسائل الوزير ويستدعيه ويستجوبه، لكن النقابة ليس لها اي سلطة حاليا عليه ما دام في موقع تنفيذي، فهو ما فيش سلطة ليها عليه. يعني في النهايه نتمنى ان مشاكل الاطباء ومشاكل المستشفيات تتحل، لان ده مرفق حيوي اكيد، ما فيهوش اي يعني ما ينفعش فيه اي هزار زي ما بنقول. الوطن صفحته الاولى: اعتراف رسمي للمره الاولى الدوله العميقه تتلاعب بمجلس النواب. انا خايفه بعد كده اسمع ان الطرف الثالث ظهر مره تانية. احتمال، ربنا يستر. لا بجد يعني اعتراف رسمي للمره الاولى بوجود الدولة العميقة داخل مجلس النواب، واتهمها كمان بتخريب المجلس، واتهمها للوقيع بالمجلس. فيعني ده يجي من كلام من ناس مهمة جدا في الدولة طبعا، مجلس النواب. صحيح. فيعني يعني رأيك كيف حاجة زي كده؟ الدكتور علي عبد العال كان واضح انه كان في تراكمات قبل كده حصلت في جلسات المجلس، لكن هو افصح بشكل واضح عنها امبارح، وقال ان الدولة العميقة يعني بتتلاعب بالمجلس وبتتلاعب بمصالح المواطنين، انه اثناء التصويت على عشان التصويت الالكتروني، التصويت الالكتروني حصلت فيه اكتر من مرة حسب كلامه، انه يتم قطع التصويت ويحصل شوية مشاكل فنية كده، فهو بيطالب بمحاسبة إدارة الاتصالات، وبيقول إنها تعمدت قطع التصويت الإلكتروني وتعطيله أثناء التصويت على قرار إحالة القوانين للمجلس الدولي لمراجعتها واللي تم الاتفاق عليها. ده بعد جدل بالمناسبة حصل، البعض موافق على إحالتها والبعض شايف إن ده تغول من السلطة القضائية، لكن في النهاية هو قال إن الدولة العميقة ما زالت موجودة وتتلاعب بالبرلمان، وتحذير أخير من رئيس المجلس. ايوه بس خليني بس، اصل الكلام والتصاريح ما اكثرها طبعا، بس مفيش دايما ادله. يعني دايما الناس بتتكلم على وجود الدوله العميقه، زي ما بالظبط تفكروني بالاعمال اللي بتتم لعيبه نادي الزمالك بجد يعني السحر والشعوذه والكلام ده كله. طيب احنا عايزين ادله بس، يعني الدوله العميقه طب كيف يتم محاربتها؟ طب ايه اللي بيحصل؟ الاتهامات الموجهه اطرافها ايه؟ محتاجين نعرف خريطه الدوله العميقه ايه، مصالحها مع مين، هي بتعمل ده يعني، هي بتعطل التصويت، طب بتخدم مين بده بالظبط يعني. وبعد كده احنا خلينا برضو متفقين، الشعب المصري كله شايف ان طبعا في بعض الاعمال القائمه في مجلس النواب تحترم، وفي بعض الناس شايفه ان مجلس النواب دلوقتي بقى تخليص حسابات شخصيه. هو في خروقات كتير الحقيقه، ويمكن الرئيس كان اتكلم من فتره وقال لهم انتوا الناس حاطه امل عليكم، ف يعني في اشاره انه يعني مش هينفع. تمام، لكن للاسف في تجاوزات بتحصل في بعض الممارسات فعلا الخاطئه والمتجاوزه يعني كتير. تمام، واحنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين كنا مستنيين مجلس النواب وعمالين نقول عاوزين مجلس النواب عشان نبتدي نتحرك، ولو في قوانين تقر وبتاع، لكن اذا كنا بهذا الشكل يبقى احنا صحيح. يعني علي العوض. بنتمنى يعني ان تعلو مصلحه مصر فوق المصلحه الشخصيه لاعضاء مجلس النواب. نتمنى.
مصر اليوم الصفحه الاولى، خطه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوريا الجنوبيه 10 اتفاقات لضخ استثمارات جديده. ده في من ضمن الجوله اللي اتكلمنا عليها من شويه، الجوله الاسيويه وكوريا. يعني نتمنى طبعا الكوريين مبدعين ويعني اعتقد ممكن يحلوا لنا مشاكل كتير موجوده في مصر، ويمكن نستفيد من تجربتهم. الرئيس يعني كمان تطرق هو في الزياره بالمناسبه لموضوع المرور، يعني هو قعد مع مسؤول المرور في اليابان عشان يشوف حل. احنا ايه المشكله عندنا، تتحل ازاي ازمه المرور والزحمه يعني هو بيهتم بدق التفاصيل اللي ممكن تهم المواطن العادي. لكن الشعب الياباني منتج اكيد يعني مع ده طبعًا. احنا بس طبعا احنا بنحاول نحل المشاكل الاساسيه اللي بتهم المواطن، بس احنا كمان لازم نتغير. يعني احنا كمان عندنا مشاكل لازم نحلها احنا مع نفسنا. احنا للاسف احنا مشكلتنا في المرور مثلا سلوك، يعني السلوك بالظبط. وفي بعض الدول المتقدمه جدا بتشجع المواطنين ان هم يروحوا الشغل، وبتخفض في المواصلات وبتخفض في ثمن التذكره عشان يستخدم المواصلات العامه ويسيب عربيته الخاصه. بس ففي شويه مبادرات او نقدر نقول شويه افكار خارق الصندوق ممكن تحل الموضوع. بس سلوكيات بقى احنا بننزل نشتغل من الساعه 10 و11 و12، فمتهيألي في شويه حاجات. يعني احنا للاسف احنا عندنا في مصر اتعودنا على انه اما بنقول في قرار بنلتزم بيه ما قلناش، يعني عندنا قوانين بس مش مفعله. يعني لو قلنا من بكره اللي هيخالف اللي هيمشي عكس الاتجاه هيتحبس، محدش هيمشي عكس الاتجاه. لا بس هتفتكر معايا محمود، اول ما ظهر او مش اول ما ظهر، هو حاجه موجوده في العالم كله، ان حزام الامان لا كانت كارثه. طبعا كانت كارثه اول ما دي من الملفات الغريبه وخلصت. ايوه يعني ما حدش المثلث العكس بالظبط، ما حدش كان شايف ان ده في مصلحته، بالعكس الناس كانت بتحاول تلتف عليه. تلتف اللي جايب حزام من بالظبط، واللي جايب حزام. فانا بتمنى بس ان احنا يعني كمان مع الاتفاقات اللي بتتم عشان احنا محتاجين نتغير، احنا محتاجين كمان ان يكون في تغيير. طيب خلينا نروح الاهرام صفحته الاولى كمان، تاكسي النيل شريان جديد في قلب القاهره. حلول من وزاره النقل، يمكن تاكسي النيل كان في كلام من اكتر من سنه ونص على انه هيكون هيخفف برضو ازمه الزحمه والمرور. هو دي شركه خاصه؟ لا دي وزاره النقل بتنفذه. يعني كان وزير النقل سعد الجيشي يتفقد امبارح الترتيبات الاخيره انه هيتم التشغيل التجريبي ليه من المعادي حتى ميدان التحرير. الوقت يعني المتوقع انه هيكون الرحله زمان 20 دقيقه فقط من المعادي لغايه ميدان التحرير، وفي حال نجاح التجربه هيتم تعميمه على كل المدن والمناطق اللي بتطل على نهر النيل. فكره كويسه جدا. يعني مش هنلاقي بقى يعني مش هنلاقي الاوتوبيس النهري بتاع زمان كانت الناس بتتفسح بيه، هيبقى حاجه كده بس تاكسي اصغر شويه في الحجم. يهمنا في الاساس التامين طبعا، احنا عاوزين مشروع يخدم، مش عاوزين مشروع نغرق. يعني الناس مش عاوزه تغرق، احنا محتاجين يكون في عوامل تامين طبعا، ويكون في طبعا تعمل له محطات اكيد مراسي في النيل. اعتقد ممكن كمان يخش فيها شركات كراعي، ممكن شركات تنفذها. يعني عندنا اشكال دعايه كتير، ممكن القطاع الخاص يساهم. صحيح تمام، وما تتحملش الدولة التكلفة كاملة، ويبقى في يعني منفعة متبادلة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص وبما يخدم المواطن. وإذا نجحت التجربة إن شاء الله أعتقد أنها تنجح، نكمل على باقي الخطوط، نوصل لغاية شبرا خيمة، نبتدي نشوف المحافظات. وقطاع السياحة كمان المفروض يكون في حاجة عنده زي تاكسي النيل. يعني يمكن ده موجود في يعني موجود في المدن في شرم الشيخ مثلا هتلاقي بس نهر النيل. طبعا يعني نهر النيل احنا للاسف مفتقدين الرحلات النيليه بالظبط. يعني بما ان احنا بنحاول نشجع السياحه الداخليه دلوقتي احنا ممكن، لان كل الدول المتقدمه اللي بيبقى عندها حتى نهر مش زي نهر النيل عندنا بيستغلوه يعني بطريقه غير طبيعيه، فاحنا ليه ما يبقاش عندنا حاجه زي كده احنا كمان. احنا للاسف ويدخل فيها زي ما انت قلت شركات خاصه. ايوه ده جزء كبير من يعني من الفكره، ان انتوا مش هتتحمل حاجه، هم يدخلوا اذا كان هيتحط دعايه ليهم، يعني هيبقى في شكل تعاون. صحيح. وفي النهايه الدوله مش هتتحمل كل التكلفه. واخر خبر معانا من جريده الاهرام صفحته الاولى، الاسد يتعهد بانجاح الهدنه بسوريا. سمعنا طبعا عن وقف اطلاق النار من السبت اللي فات، ويعني اعتقد انه الحمد لله حتى الان لم يتم خرق هذه الهدنه في المناطق اللي تم تحديدها يعني في الاتفاق. والرئيس السوري بشار الاسد قال انه حريص على انجاح هذه الهدنه، وكمان يعني بيدعو المعارضه او من يحملون السلاح الى انهم يرجعوا يبقوا مواطنين عاديين ويتم العفو عنهم، يعني اذا كان في ميليشيات اذا كان في جماعات وخلافه. لمصلحه سوريا تعالوا احنا مش هنحاسب حد على اللي حصل، لكن
نرجع تبقوا مواطنين عاديين زيكم زي الباقيين، ونبتدي نبني سوريا من اول وجديد. مشكله سوريا ان في اطراف كثيره متداخله فيها، صحيح بالظبط، يعني عائلات كثيره يعني ومذاهب مختلفه لا كمان في اللي بيدير الملف يعني جزء روسيا وجزء امريكا وجزء ايران، يعني كل واحد ومصالحه. فده اللي عامل الازمه بالمناسبه. يعني الازمه الاكبر هو تدخل ثلاث اربع اطراف كلهم ضد بعض، صحيح، بيتكلموا وبيتخانقوا في سوريا، صحيح، يعني بس كل واحد ليه مصلحة خاصة طبعا بيحارب عشانها. ما بيحاربش طبعا بالظبط، مش بيحارب ببلاش كده، مجاملة، لا 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 مجاملة طبعًا. خالص. الكاتب الصحفي محمود الجندي، الصحفي بجريدة الشروق، بشكرك على تواجدك معانا، بتمنى لك يوم سعيد، وخلونا نروح فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في نهارك سعيد.